هذه الفعالية هي لتخريج المتفوقين والمتفوقات من خليني أقول الشباب والصفايا، لأنه أنا ما بحب أقول أنه اللي فقدوا الأب والأم، الحمد لله الله عوضهم عن الأب والأم بوجود جمعية مثل جمعية المبرة النسائية وأيدي الخير والعطاء. هل حفل هذا يجب أن يكون موجود فيه دائما شركات التزمت بالمسؤولية تجاه المجتمع، ونحن من حسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع وجودنا في هذا الإيفنت أو بهذه الفعالية، نشعر بأنه عامل تحفيزي. نرجو طبعا التوفيق لهؤلاء الشباب والشابات، وإن شاء الله بداية حياة موفقة، ونأمل دائما من أهل الخير أن يستمروا بالعطاء، لأن هذا المجتمع يستحق ولأن الشباب يستحق. جمعية المبرة هي أصلا هي لكفالة اليتيم والتنمية الاجتماعية، فنحن عندنا التنمية الاجتماعية رقم واحد بالمبرة. ما بيكفي بس نعطيها للأم السلة ونعطيها الكفالة، كمان بنرعى أيتامها، بنرعاهم رعاية كاملة من جميع جوانب الحياة اللي هي الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، الجانب التعليمي، الجانب المادي، أي الجانب النفسي حتى. فنحن كل هالشروط عنا مراعاة مع الأيتام، فمنطلقين بينطلق لهدف. يعني أنا عندي هدف بدي حققه، والحمد لله اليوم الثمار واضحة، أنه طلاب هدول العلم الجامعيين كلياتهم تخرجوا من جامعاتهم بفضل الحمد لله رب العالمين. جمعية مساعدة الجمعية لهون، وبنفس الوقت من جهودهم كمان ما بنقدر ننكرها. حفلنا اليوم هذا نحن لتكريم طلابنا يلي تفوقوا يلي نجحوا يلي تخرجوا من الجامعات. فنحن عنا 5 طلاب الأوائل من شهادة الإعدادية اللي حنكرمهم، و5 طلاب الأوائل من شهادة الثانوية، وعنا 7 خريجين جامعات كمان اللي حنكرمهم. نحن بجمعيتنا بنرعى طلاب من ناحية التعليمية، فمنقدم لهم نحن دروس تقوية بالمرحلة الإعدادية، دروس تقوية لكل المواد طبعا بالتعاون مع كوادر متخصصة. بنعمل الدروس التقوية عنا بمقر الجمعية، والجمعية بتعمل تعطيهم تعويض عن المواصلات لهم لتسهيل قدومهم للجمعية. طبعا رعاية الطلب المتفوقين هو رعاية بنفتخر فيها ونعتز فيها، لأنه هي رعاية للعلم، والعلم هو أساس أي نهضة، وخصوصا في المرحلة الراهنة، مرحلة حساسة ومرحلة دقيقة من حيث الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي بشكل عام. أنا وبنتي كنا مسجلين بجمعية المبرة دعم كفالة علم وأطفال، والحمد لله الله أكرمني، ولما أنا بلشت دراسة بكالوريا وخبرتهم بهذا الشيء وكثير قدموا لي دعم، والحمد لله درست سنة تحضيرية وكلية الصيدلة، والحمد لله أنا اليوم خريجة كلية الصيدلة.